نبدأ هذه النشرة من الأردن، حيث قتل جنديان أمريكيان في إطلاق نار داخل مركز مدينة الملك عبدالله التدريبية الخاصة للشرطة في منطقة الموقر جنوبي العاصمة الأردنية عمان. نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله إن عسكريا أردنيا برتبة نقيب أقدم على إطلاق النار على 4 مدربين أمريكيين، وهو ما أسفر عن مقتل 2 منهم بالإضافة إلى مقتل مطلق النار. وأضاف المصدر وأن إطلاق النار كان عن طريق الخطأ، بينما لم تصدر تصريحات أردنية رسمية عن ملابسات الحادث. ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الصحفي والمحلل السياسي حمادة فرعنة. سيد حمادة، ما هي المعلومات الإضافية التي توفرت حول هذا الحادث، وما هي خصوصيات المعسكر المستهدف؟ بداية، ما زالت المعلومات شحيحة، حيث أن هذا معسكر عسكري، معسكر أمني، يعني لا يملك أحد من المدنيين دخوله ومعرفة ما جرى في داخل هذا المعسكر. ولكن هناك 3 احتمالات. الاحتمال الأول هو بالفعل أن يكون هنالك خطأ بشري وقع وأدى إلى هذه الحادثة، وهذا تحصل في كل المعسكرات. الاحتمال الثاني أن هنالك إساءة شخصية قد تعرض لها هذا العسكري أثناء التدريب، أثناء المرافقة، فبالتالي أصيب بردة فعل وأدت به إلى يعني هذا الإجراء بإطلاق الرصاص على الأمريكان. والاحتمال الثالث أن يكون هذا الشخص أيضا لدوافع سياسية أيديولوجية مختلفة، قد يكون ارتكب هذا العمل في ضوء الأوضاع المتوترة في المنطقة، في ضوء الأزمة المستفحلة في المنطقة والدور الأمريكي في تحمل مسؤولية ما جرى الذي أسقط النظام العراقي هم الأمريكان، الذي أسقط نظام صدام حسين هم الأمريكان، الذين ما يزالوا يقدمون الدعم والإسناد للمشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي هم الأمريكان. واليوم اللقاء بين الرئيس الأمريكي وبين نتنياهو لزيادة المساعدات العسكرية للمشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي، فلذلك كل هذه الأسباب والعوامل تؤدي إلى ردود أفعال مختلفة بهذا الاتجاه. شكرا جزيلا. أما فيما يتعلق بهذا المعسكر، فهذا المعسكر هو الحقيقة معسكر تدريبي ليس للأردنيين، هو معسكر تدريبي للسوريين، للعراقيين، للليبيين، معسكر تدريبي يأتي هؤلاء، وحتى لليمنيين، معسكر تدريبي مخصص لتدريب قوى صديقة يمكن أن تأتي بفئات أو في مجموعات رسمية يمكن أن تتدرب في هذا المجال. والعديد من الأجهزة الأمنية الشرطية العراقية الليبية وحتى اليمنية تدربت يعني في هذا المعسكر. الصحفي والمحلل السياسي حمادة فرعنة، شكرا جزيلا لك، كان معنا من عمان.